اسمي الدكتورة هدير فتحي الرواحنة، أنا حاصلة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة مؤتة، تخرجت منها سنة 2014، وبعد ذلك التحقت بسنة التدريب أو الامتياز في مستشفى الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة هدير رواحنة. بداية أسعد مساكي. أسعد مساكي. كل السؤال في البداية، طبعا دكتورة هدير حضرتك أخصائية نسائية توليد وعقم وحاليا صاحبة عيادة خاصة بمادبة، اتعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. اسمي الدكتورة هدير فتحي الرواحنة، أنا حاصلة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة مؤتة، تخرجت منها سنة 2014، وبعد ذلك التحقت بسنة التدريب أو الامتياز في مستشفى الجامعة الأردنية، وتم قبولي في برنامج الإقامة الاختصاص في النسائية والتوليد في مستشفى الجامعة الأردنية. أنهيت فترة التدريب وحصلت على الاختصاص العالي أو درجة الماجستير في النسائية والتوليد من الجامعة الأردنية، وبعد ذلك تقدمت لامتحانات البورد الأردني، حصلت على شهادة البورد الأردني في أمراض نسائية والتوليد وجراحتها، وحاليا أنا محاضرة في الجامعة الهاشمية في كلية الطب قسم النسائية والتوليد. نعم، بالتوفيق. ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيبة؟ المثابرة والاجتهاد، إيماني بأنه الطب بيعتمد على التعلم المستمر. ما في شيء اسمه انه احنا انهينا العلم، دائما بحاجه انه احنا نتعلم اشياء جديده، دائما في تطور بالعلم. الممارسه الطبيه الصحيحه بتعتمد على انه لازم يكون دائما في اسس علميه ومواكبه مثل ما بنسميها احنا الجايد لاينز اللي بنشوفها العالميه يعني. نعم، بس تحكي لي او تعرفيني اكثر على اهم الخدمات اللي انت عم بتقدميها هون عندك في العياده. في العياده بنقدم عدد من الخدمات تشتمل على متابعه الحمل، الاحمال عاليه الخطوره، وايضا الولاده الطبيعيه والقيصريه، علاج حالات تاخر الانجاب، علاج حالات الاجهاض المتكرر، وايضا يعني حالات مثل العقم، عدد من المشكلات النسائيه الشائعه مثل النزيف الرحمي، عدم انتظام الدوره الشهريه، متلازمه تكيس المبايض، وايضا حالات اخرى مثل حالات السلس البولي والتهبيطه النسائيه، وعدد من المشاكل الاخرى. نعم. وايضا طبعا وسائل تنظيم الاسره ومتابعه السيدات في مرحله ما بعد انقطاع الطمث. نعم، ما هي رؤيتك المستقبليه برايك الى اي مرحله تطور علم الطب الاردن؟ الطب في الأردن صراحة مواكب جدا للتطورات العالمية اللي بتصير، فيه يعني عدد ونخبة متميزة من الأطباء اللي يعني وراء هذا الشيء. تستخدم عنا عادة يعني أحدث التقنيات اللي موجودة في، مش صراحة بس بالنسائية والتوليد ولكن بأغلب المجالات الأخرى. نعم، شو هي أهم الأمراض والمشاكل النسائية الشائعة حاليا بالمرضى؟ حاليا عم نشوف صراحة عدد كبير من حالات في تأخر بالإنجاب للأسف الشديد، وعم نشوف يعني انتشار لمتلازمة تكيس المبايض، عم نشوف حالات إجهاض متكرر كمان. يعني هاي هي أغلب يعني أكثر المشكلات الشائعة. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلالة ماذا ستقولي له؟
أول إشي بحب يعني أستغل هاي الفرصة وأتقدم بأسمعيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا بمناسبة زفاف ولي العهد وبمناسبة عيد الاستقلال. أيضا بحب أشكر جلالة الملك على جهوده الحاضرة والواضحة طبعا في دعم وتنمية القطاع الطبي ودعم السياحة العلاجية في الأردن. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلتي لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا؟ رسالة شكر بالمقام الأول لوالدي ووالدتي طبعا، وفي السنوات الأخيرة زوجي لأنه أنا تزوجت من حوالي 4 سنوات. نعم. دعمهم صراحة هو السر وراء قدي أنا يعني عم بضل أشتغل على حالي وقدي عم بصير في عندي تطور. وبحب طبعا أشكر كل الناس اللي درسوني يعني من أيام المدرسة لحد يعني مرحلة البكالوريوس، والأساتذة طبعا اللي أشرفوا على تدريبي في النسائية والتوليد. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر عن موقع العيادة وشو هي طرق التواصل معي؟ العيادة موجودة بشارع مادبا الغربي قرب دوار المحافظة، بعد دوار المحافظة في عمارة البنك الأردني الكويتي، احنا بالطابع الأول. في صفحة على الفيسبوك باسم دكتورة هدير فتح الرواحن أخصائية نسائية والتوليد والعقم، واحنا دائما موجودين بنرد على الأسئلة على استشارات أي شيء بيحتاجوا المرضى على الفيسبوك، وطبعا رقم التليفون كمان بقدروا يحكوا معنا أي وقت. شكرا لك. أهلا، كلك زو. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن أشكر الدكتورة هديل على حسن استضافتها لنا وعلى أمل اللقاء بكم. جدا نورت ساحتنا وشكرا لك. شكرا، كلك زو.